عموما اي لغه في العالم، اي لغه في العالم، اللغه بتنقسم الى حاجه اسمها صوتيات، حاجه اسمها ايه؟ صوتيات. صوتيات دي رقم واحد. نمره اثنين حاجه اسمها الثروه اللغويه، الثروه اللغويه اللي هي المفردات اللي انا هتكلم بيها. رقم ثلاثة القواعد. القواعد دي اللي هي مين؟ قواعد اللي هي جرامر، قواعد اللي هي ايه؟ جرامر. طيب دول الترتيب بتاع اللغه، ده الترتيب بتاعها. الترتيب ماشي ازاي؟ ماشي اول حاجه عندي ايه؟ صوتيات، ثاني حاجه اسمها الثروه اللغويه، وثالث حاجه اسمها ايه؟ قواعد. يعني القواعد اللي الناس كلها خايفه منها دي رقم كام؟ رقم ثلاثة. يعني ملهاش اهميه كبيره. اللي له عندي اهميه كبيره الصوتيات، وبعدين الثروه اللغويه اللي انا هتكلم بيها. واحد هيتكلم من غير ثروه لغويه فملهاش اي ايه؟ لازمه. طب ايه الصوتيات دي؟ الصوتيات اللي هو النطق الصحيح. معنى كلمه صوتيات يعني ايه؟ نطق صحيح للكلام، صح كده؟ لو انا مثلا هقرا كلمه وهقراها غلط يبقى الترجمه هتطلع ايه؟ غلط، فبالتالي هيبقى كل كلامك مش مفهوم. احنا عاوزين نتكلم كلام انجليزي سليم، فلازم اهم حاجه عندي رقم كام؟ الصوتيات. هنحاول ناخد جزء منها النهارده ونكمل الباقي بعد كده. طيب نيجي للثروه اللغويه. هي اسمها ثروه، تنزل الثروه، ثروه جاه يعني عز، يعني فلوس. تقدر تعمل مشروع بخمسة جنيه؟ لا. تقدر تتكلم لغه بخمس كلمات؟ لا. لكن ممكن نقدر نعمل مشروع مثلا بخمس تلاف جنيه، صح؟ ب 10,000 جنيه، كل ما تعلى الفلوس معاك هتقدر تعمل مشروع ايه؟ كبير. طب لو معاك فلوس قليله هتعمل مشروع ايه؟ قليل. فنفس الموضوع في الانجليزي، انت معاك مثلا 5,000 كلمه، هتقدر تتكلم في مجال 5,000 كلمه، تقدر تعمل منهم ايه؟ 5,000 جمله، صح؟ طب لو انت عندك 10,000 كلمه او 20,000 كلمه، يبقى مين عندي رقم واحد اساسي بعد الصوتيات؟ اللي هي الثروه الايه؟ اللغويه. نيجي للقواعد. الناس كلها بتخاف من الانجليزي عشان ايه؟ ما تفهمش القواعد كويس. لا، فهم القواعد سهل جدا. اولا قواعد الانجليزي حوالي 130 قاعده. كام قاعده يا شباب؟ 130 قاعده. انا مش محتاجهم كلهم، ما لهمش لازمه عندي. كل المهم عندي ممكن اخد منهم حوالي من 13 الى 20 قاعده بس. يعني هم دول كافيين عندي ان انا اقدر اتكلم انجليزي كويس وانجليزي سليم. بعد كده عاوز تتخصص في حاجه معينه او عاوز تزود امكانياتك، زود افهم بقيه الجرامر، لكن كل الجرامر انت مش محتاجه. فاحنا كل اللي محتاجينه كام؟ من 13 ل 20. هل دول كتار؟ لا. صعبين ان احنا نستوعبهم؟ لا. سهلين جدا ان شاء الله. ماشي؟ يبقى احنا قلنا اللغه بتنقسم لايه؟ اهم حاجه عندي صوتيات، ثروه لغويه، وبعد كده عندي مين؟ القواعد. طبعا هنبتدي شرح النهارده بمين؟ الصوتيات. ماشي؟ بعد ما نبتدي بالصوتيات هنلاقيها سهلة جدا. عندي حاجة اسمها ألفا بيت. ألفا بيت يعني الحروف الايه؟ الهجائية. الحروف الهجائية. زي ما انت واخد بالك اسمها الفا بيت، مش شبه الف بيت؟ يعني حروف اللغة الإنجليزية فيها شبه من حروف اللغة الايه؟ العربية. تعالوا نجرب. بص، أنا عندي الحرف الأولاني ده حرف الاي كده كابيتال وسمول، بيساوي عندنا في العربي حرف ده الألف أو ألف مد أو ألف ايه؟ مد. طب عندي حرف ده حرف البي هيساوي ايه؟ ب. طب عندي حرف السي هيساوي كاف، هيساوي ايه؟ كاف. طب عندي حرف الدي دين، هيتنطق ايه؟ دين. طيب عندي حرف الاي، الاي ممكن اقراها كسرة خفيفة إيه. الف تحتيها همزة او كسرة ايه؟ كسرة خفيفة، كسرة ايه؟ خفيفة. بعدها الاف، الاف تفتكر هتتنطق ايه؟ ف. طب الجي؟ جيم. جيم. لا جيم مش جيم، جيم. جيم في حالات معينة بتبقى جيم. لما هي تتنطق ايه؟ جيم 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 يا مرة، جيم جيم. 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 لسه لما نتكلم في القواعد
احنا دلوقتي بناخد الايه الحرف وشبيهه بالايه بالعربي. لما نيجي نتكلم في القواعد ممكن بقى نقول انت تحول لجي وانت تبقى جيم كده، فاهمه؟ يبقى جي. الاتش مثلا هقراها ايه؟ ه. طيب الاي، الاي ممكن اقراها يا اما ي يا اما كسره جامده شويه عن الايه، يعني ممكن اقراها كسره، كسره ثقيله او ي او ايه او ي. الجي، الجي باين من نطقها انها جيم، انها ايه؟ جي. جيم. والكي هتبقى ك. ك. والال هتبقى ايه؟ لا لا. طب والام؟ ميم. ميم. طب والام؟ نون. نون. ايه ده، ده عربي اهو. صلاة العصر الان. الاو الف عليها ضمة. او الضمة نفسها. او كده. في ناس بيقولوا واو، هي مش واو. هي ايه؟ مش واو. خلاص؟ طيب عندي بعد كده البي، البي هنقراها ب، بس تكون تقيلة شوية. عندي بعد كده كيو، حرف الايه؟ الكيو هقراه كاف. الار، الار تفتكروا هنقراها ايه؟ ر. طب والاس؟ سين. سين. طب والتي؟ ت. ت. طيب اليو ما عنديش حرف في العربي اسمه يو، فهنقراها يو وليها اكتر من نطق هنقوله بعدين. وبعد كده عندي الفي نفس الموضوع، تبقى فين وعليها ثلاث نقط في. والدبليو، الدبليو بنقراها واو. والاكس بنقراها زي ما هي اكس. والواي، الواي بنقراها ي. والزد بنقراها زين. ماشي؟ حرف الزد. ماشي بقى؟ طيب يبقى معنى كده ان الحروف شبه نفس الحروف باللغه الايه؟ العربيه. في اختلاف كده؟ لا. طب تعالوا نجرب، انا هكتب كلمه وحاول تستهجاها وتقراها وشوف الكلمه دي ايه المشكله اللي فيها. ها؟ ستاند. ستاند. بصوا معايا الاس، الاس قريناها ايه؟ سي. فين الاس عندي؟ الاس اي سي. طب والتي هنقراها؟ ت. طب والايه قلنا ايه؟ الف ايه؟ الف م. والان هنقراها نور. ها؟ ستاند. طيب اقرا دي. جيران. لا لا، ليه قلت جيران؟ ليه؟ جيران. احنا قلنا جيم، جيم ما قلناش جيم خالص، قلنا جيم. ها؟ جيران. ماشي؟ طيب مين يقرا دي؟ ها؟ بوك. ها؟ في مشكلة كده في القراية؟ لا. يعني ممكن يقرأ أي كلمة احنا عاوزينها زي ما انتوا عايزين، بس في قواعد بقى تانية، يعني في إيه؟ قواعد، القواعد دي هنقولها في مرة تانية، لكن لغاية دلوقتي حروف الفابيت، يعني مثلا كلمة ألفا، شايفين البي اتش دي؟ دي بتقرأ ألف، بس طبعا لما يجي إيه؟ وقتها في قواعدها هنقول بقية الإيه؟ القواعد. لغاية دلوقتي إن شاء الله كده الإنجليش فيه مشكلة؟ يعني ممكن نقرأ، يعني لو أنت دلوقتي خايف مثلا من القراية، لا احنا ممكن نعمل إيه؟ ممكن نقرا، بس عايزه تدريب. عاوزه ايه؟ تدريب. تدريب. وان شاء الله في الحلقه الجايه هنكمل بقيه قواعد النطق السليم بقى بتاع الحروف. تمام؟ يلا السلام عليكم ورحمه الله.